وأسلنا له عين القطر. وحاجة تانية، ومن الجن من يعمل بين يديه. شوف بس كلمة بإذن ربه، مش من عندك يا سليمان، إنما من الآيه. الله. من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا، مش عن أمره، لا يزال الأمر في إذ مين؟ في إذ صاحبه. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، يبقى هو حريته في اللي يعملوه، إنما في حرية العمل أمرنا إحنا، نقدر نقول لهم كنوا يكنوا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا. يعملون له ما يشاء من محاريب. المحراب هو ايه؟ المحراب يطلق على المبنى الفخم الواسع الكبير كالقصر كده، او يطلق على المكان اللي اتخذوه الناس عشان العبادة. دخل عليها زكريا الايه؟ المحراب، الحتة اللي قاعدة فيها تتعبد ايه؟ فيها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. احنا عارفين التماثيل اللي هي صور الاشياء الحيوانات والرجال. قال لك ايه الحكايه بتاع التماثيل دي؟ يعملون، ايمتن الله على نبيه بانه خلى الجن تعمل له تماثيل؟ ده التماثيل امرها معروف عندنا وبنكسرها وبنحطمها. قال لك لا، انما حطمت بعد ان اتخذها الناس للعباده والالوهيه. انما كانت الاول ما فيش، بل بالعكس كانت التماثيل للازلات، لانه كان يعمل له الكرسي بتاعه اسدين وهو قاعد فوقهم كده، الاسدين اللي هم يخوفوا مش عارف. قال هو ايه دليل على ان الوحش حتى في خدمته. وكانوا يعملوا له مثلا القصر ويعملوا البلكونه زي يمكن شفناها قريب، يعملوا البلكونه ان فيه ناس محنيه كده وشايله البلكونه بدل المسلح ما يطلع كده، هو عاملين كده. قال لك بيتخذ التماثيل لايه؟ ده للخدمه مش للعباده. انما يوم ما اتخذت للعباده ربنا ايه؟ حرم. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. الجفنه هي الاصعب اللي احنا بنعرفها دي. كالجواب يعني كالبتاع الحوض الواسع الكبير، ده دليل على ايه؟ على انه هو كان بياكل وتملي. وقدور راسيات، قدور مش ما تتحط على الكانون ونشيلها ونحطها، ده قدور معموله ايه؟ ثابتة، مما يدل على أنها كبيرة أو ما تتنقلش. ولذلك لما حدثنا في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن مطعم، قال لك كانت رسول الله يقول كانت له جفنة قصع الطعام كنت أستظل بها في اليوم القائظ في مكة. يقعد يستظل تاني، ده دل على أنها إيه؟ حاجة كبيرة أو. علشان عبد العزيز آل سعود لما جه وسأحط الرياض كان عامل قدور بحيث يقف وقف الجمل القدر ثابت، الجمل يقف ثابت. انا اول ما رحت مكه رحت في المبره لقيت قدور فيه، انا وقفت فيها كده بطولي فوسعتني، ده دليل على ان انا بطعم كتير، بطعم ايه؟ قدور. وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا لله، مش اعملوا عشان تؤتوا نفسكم، اعملوها شكرا لله على النعمة. يعني ايه؟ قال لك اوعى تعمل على قد حاجتك، لانك انت لو عملت على قد حاجتك يجي اللي ما يقدرش يعمل يعيش ازاي. لا، اعمل على قدر طاقتك، فما اخذته اخذته لنفسك وما بقي فاعمل له ايه؟ الدين. وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور، اهدي فسرت لنا حكاية سيدنا عمر. سمع واحد وهم ماشي في الطريق كده يقول اللهم اجعلني من القليل. ما له سحر القليل، ايه الدعوة دي ملهاش معنى دي؟
قال له لأنني سمعت الله يقول وقليل من عبادي الشكور فأنا بدعو أن أكون منه. قال كل الناس أعلم منك يا عمر. الله وقليل من عبادي الشكور. ما فيها ناس بتلتقط كده الإيه؟ الرجل اللي ماشي في سوق البطيخ في بغداد وعمال بيبيع حاجة زي الخمير كده زي ما كان الرجل بيعمل الخمير ده عرقسوس ويعملوا اي شراب مش حر بقى هناك شديد والطز اللي بيجي هناك بيبقى فظيع فكان كل واحد شويه ياخد ايه يمر عليه يقول له هات 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 بس. فالراجل صايم سريع صايم وبعدين مشي املأ واحد بيقول ايه غفر الله لمن شرب مني فراح مميل عليه كده وراح له الدنيا يا شيخ اشرب قام له ايه قال له يا شيخ افتكر انك صايم قال له والله لقد رجوت دعوته. يعني يصطادوا الكلام كده ويدوا منه ايه الراجل اللي كان بيسعى الراجل بيسعى. وبعدين كان زمان المسعى ما شفتوش انتم كان شارع وفي دكاكين وبيع وشراء وراح وناس قبل ما يبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعدين قام سمع واحد بيدلل على الخيار فقال يا خيار العشرة بريال. أم واحد بيتوف كده قال يا سلام إذا كان الخيار مال الأشرار يبقوا بكام؟